ولدي إليك نصيحة. النصيحة المشفقة نظم أبي شعيب بسام بن علي بن حزام زمر. ولدي إليك نصيحتي بحناني والعطف مني دائم الجريان. هذه نصيحة مشفق ومجرب فاسمع هديت لشرعة الرحمن. اعلم بأنك لا تدوم بنعمة أو صحة أبدا بدار هوان. واعلم بأنك ما خلقت للعبة أو أكلة أو نومة الأسنان، لكن لتوحيد الإله وطاعة لنبينا الهادي لخير زمان. واعلم بأن الخير فيما جاء عن خير البرية في هدى القرآن. فاسلك سبيل السنة الغراء لا تسلك سبيل البدعة الشيطان. واحذر من الحزبي إن وداده شر عليك كأخطر العدوان. سم زعاف لا دواء يزيله إلا التباعد عنه والنكران. لا تخرجن على ولي الأمر أو ترضى بطعن فيه أو نقصان. قد جاءك الذوار بالشر الذي فتك البلاد بمعول الشيطان. هذه حقائق تقتضي تحذيرنا شر التحزب في بني الإنسان. فلتستعذ بالله من أفعالهم أف لمبتدع بلا حسبان. احفظ صلاتك إنها فرضية إياك أن تبقى كما الكسلان. إن الكسول عن الصلاة منافق قد جاء هذا واضح التبيان. في آية وسط النساء ورقمها 100 تلت بعد 40 اثنان. احفظ لسانك لا يقول بمنكر إن اللسان يقود للنيران. قد جاء هذا عن معاذ حبرنا في الترمذي ومعجم الطبراني. إياك والشرك الخفي فإنه هدم لما تعمله من إحسان. فلقد رواه أبو سعيد بنصه عند ابن ماجة صحه الألباني. وهو الرياء إذا جهلت غريبه فاحفظ هديت لسنة العدنان. والوالدين عليك أن تلزمهما طوعا لأمر جاء في القرآن. فالله قد قرن العبادة عنده بالبر للأبوين والإحسان. إياك أن تنهرهما عند الكبر في عجزهم فتبوء بالخسران. داوم على صدق الكلام فإنه زين لصاحبه مدى الأزمان. جالس رفاق الخير لا تعدوهم فالمرء يعرف عنه بالأقران. واحذر رفاق السوء لا تقربهم فالباز يكره رفقة الثعبان. إن كنت ترجو رفعة وكرامة فتعلم الأحكام في القرآن. وتعلم الشرع المطهر إنه لن يرتفع من كان ذا عميان. من يتضع لله يرفع قدره في هذه الدنيا على الأقران. لا تعصي ربك في الخفاء لأنه لا تخفى عنه خرادل الأوثان. واعلم بأن الله مطلع على أنفاسك
كالمحصاة بالإتقان. هذه نصائح والد ومودع للابن والأخوات والإخوان. هذه نصائح واقتصرت بسردها، لو شئت كنت جعلتها مئتان. إن القلوب تمل من وعاظها عند الإطالة يا أولي العرفان. فالله أسأله القبول ورحمة والعفو مع عتق من النيران، والفوز مع 70,000 إنهم سلموا النقاش برحمة الرحمن. سلموا النقاش برحمة الرحمن.